تمام. طيب عندي سؤال ثاني. تفضل حبيبي. في التغنيات بتاعت الفايبر على اساس انه انا ازيد الكباسيتي بتاعتي اللي هي الدبليو دي ام والدي دبليو دي ام، ايش الفرق بينهم ومتى بستخدم هذه ومتى بستخدم هذه؟ انت قصدك سي دبليو دي ام ودي دبليو دي ام في الفايبر؟ ايوه. الفرق بين الدبليو دي ام والسي دبليو دي ام ودي دبليو دي ام يا عباس ولا ايش؟ ايوه ايش سؤالك؟ لا، في التقنيات اللي بنستخدمها في الفايبر. حلو. عندنا اللي هي الدبليو دي ام او ما يسموها هي ذات نفسها الدبليو دي ام، بيقولوا عليها البي دبليو دي ام، والتقنيه الثانيه اللي هي الدي دبليو دي ام اللي هو في انه انا عايز ازيد الكباسيتي بتاعتي او ارسل عده سيجنال. ايش الفرق بين دي وبين دي؟ اول شيء الدبليو دي ام تنقسم لقسمين، سي دبليو دي ام ودي دبليو دي ام. يعني الدبليو دي ام هي تكنولوجي، يا بتستخدم بي دبليو دي ام او سي دبليو دي ام، الاثنين نفس المعنى، او دي دبليو دي ام. دي دبليو دي ام هي دنس كثيفه، تمام. سي دبليو دي ام قليله، عدد قليل، ترافيك قليل، تستخدم سي دبليو دي ام، تمام. الفايبر كيبل ايش كمان ننقل عليه؟ ممكن ننقل عليه الاس دي اتش، تمام. اس دي اتش تكنولوجي، اوكي. هاي الاس دي اتش تكنولوجي قديمه. ايش كمان ممكن ننقل عليه؟ ننقل عليه ايثرنت، اوكي، ايثرنت اوفر فايبر، اوكي. فهاي التكنولوجي اللي بتستخدمها في الفايبر كيبل. الليتست تكنولوجي اللي هي دي دبليو دي ام، للفيري هاي فيري هاي نمبر اوف باندويث او كارير او ترافيك، هاي ثروبوت، هاي ترافيك بالتيرا بت بير سكند، اوكي. تمام. حلو. تمام، حلو. في الايثرنت من واحد اعتقد ل 10 جيجا، تمام. في الاس دي اتش اب تو 40 جيجا. حلو. حلو. الايس قلنا استخدامه في الايثر كيف؟ ايثرنت اوفر فايبر، ايثرنت يعني ايثرنت بروتوكول. طيب تمام. كل واحد لها سرعات معينه، شو انت بدك تستخدم السرعات المناسبه لها، شو انت سيستمك، شو الكروت او التصنيع تبعك، تستخدم اللي بناسبك. طيب يلا، هي الاس دي اتش هي اللي بنستخدمها لما نكون انا داير اغذي سايت فايبر ولا كيف؟ ايوه، زمان كانت اس دي اتش، حاليا ايثرنت. زمان كانت اس دي اتش. الايثرنت والاس دي اتش لما اكون انا مغذي لي سايت ب السرعات اللي تحتاجها في السايت انت، كم جيجا، 2 جيجا، 10 جيجا، هاي سرعات تافهه، تمام. بس لما تيجي تقول انا بدي 1 تيرا، ماشي، او تقول اي نيد 200 جي، 400 جي، 800 جي، 1.2 تيرا، هاي السرعات ما تقدر تغذيها في الاس دي اتش والتكنولوجيا الاخرى، لازم تروح على دي دبليو دي ام. تمام. اللي هو على حسب السرعه اللي انا عايزه، وعلى حسب البعد اللي انا احتاجه، احتاج اختار الكيبل حقي والتقنيه اللي انا حستخدم عليه. بالضبط. تمام.